ساهاكو لعيب كويس، قدر يخترق قدر ينطلق دخل منطقة الجزاء وسجلها اللاعب دانيال بارنيه، وسجل الهدف الأول المنتخب الغاني صاحب الزي الأبيض في هذه المباراة لتصبح النتيجة 1-0 لغانا في مباراة ودية بين منتخبنا الأولمبي أمام منتخب غانا الأولمبي ضمن استعدادات منتخبنا إلى كأس الأمم الإفريقية أو لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.